محتارين. أنا كمان لو كنت في مكانكم والله بحتار. إن شاء الله في هذا المقطع راح أعطيكم زبدتي للشخصيات القادمة في الأبديت القادم أبديت 4.6، وراح أعطيكم نصائحي لمين يفضل تجيبوا من رأيي الشخصي، سواء كان أرلي، ليني، بايجو أو وندرر. وطبعا نسمع احنا عارفين للأسف ما جابوا طار البنر الثالث، يعني البنر الثالث ما راح يكون متواجد هذا الأبديت. حطوا في بالكم قبل لا نبدأ بدون ما تسمع كلامي، لو في أي شخصية أنت تحبها تحس انك تستمتع فيها وتنتظرها من اول جيبه وما عليك من اي شيء انا اقوله. رقم 2، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا على جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. انشروا المقطع للفائدة، لا تنسوا تشيكوا على ماي جنشن ستور اذا مهتمين بمنتجات وخدمات لجنشن امباكت، واذا بدكم تشتروا حسابات برخص التراب الرابط في الديسكريبشن، ولا تنسوا تستخدموا كود خصمي كود هاني عشان تجيكم خصومات. يلا نبدا بالمقطع. طيب خلينا نبدا اول شيء بالشخصيات الجديدة، واللي هي شخصية ارلتشينو او أرليكينو. غالبا أرليكينو والله ما ادري، لو قلت له شفتوني اقول أرليكينو او أرليكينو تكفلت شخص انهم محبين أرلي. اوكي، أرلي هي شخصيتنا الجديدة طبعا من الفتوي هاربنجرز، ونعرف انها الرقم 4 من القوة، فيعني انا بالنسبة لي يعني امل انها تكون مرة قوية بزيادة، لانه حرفيا ترتيبها رقم 4. ومن الشخصيتين السابقة اللي موجودين من الفتوي هاربنجرز تشايلد 11 وسكار، الصراحة ما اعرف كم، ممكن 6، ناسي والله، اتوقع سنيورا 8 وهو 6 والعكس والله أعلم، أتوقع أنه هو 6. فيعني كونها هذه 4 وهي أعلى رقم حاليا بيجينا، أتمنى أنها تكون مرة قوية. غير كذا من ناحية الجيم بلاي واضح أنها شخصية بايرو مين دي بي اس، وطبعا الشيء الحلو فيها مبدئيا من اللي شايفه أنا هي تنفع في نوعين من التيمز، تنفع في تيم أوفرلود مع شيفريوز وتلعب بها مع شخصيات الإلكترو وبايرو تيم بحت، وبرضو تنفع كفيبرايز تلعب مع شخصيات زي فورينا ويلان وشينغ شيو. الشيء الحلو فيها انه شخصية برضو مميزة، يعني فيها شيء ما فيها في باقي الشخصيات، ونفس ما احنا عارفين انها مرة متخصصة في الافكت اللي هو البوند اوف لايف. البوند اوف لايف نفس ما انتم شايفين يا طويلين العمر السلامة هي علامة الهيل الحمراء هذه، ونفس ما انتم شايفين العلامة هذه بتمتد على حسب كم قوة البوند اوف لايف. البوند اوف لايف هذا راح ياكل الاتش بي حقك كل شوية لين ما توديه، والبوند اوف لايف هذا راح يخليك ما تتهيل ابدا غير لما تشيله. كيف تشيل البوند اوف لايف؟ تشيله لما تهيل، وكل ما تهيل ما راح تهيل نفسك، ولكن راح تهيل البوند اوف لايف نفسه. نفس ما انتم شايفين هنا لما يتهيل البوند اوف لايف يروح، وقتها الشخصيه اللي عليها البوند اوف لايف لما الهيل حقها ينقص يمديها تتهيل. اوكي، اتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء، لانه ارلي حرفيا كل زبدتها بوند اوف لايف. طبعا احنا شفنا البوند اوف لايف قبل كده، شفناه في الاسلحه هذه وكمان شفناه في الانميز هذولا، التاثير يجي ممكن من السلاحين او من الاعداء هذولا. ولكن طبعا بما انه ارلي هي متخصصه في هذا الشيء، فارلي بتعطي نفسها بوند اوف لايف دائما، ما اعرف بايش الصراحه، باقي ما تاكدت، يبغى ننتظر بالشوكيس، يمكن بالسكيل، يمكن بالتشارج اتاك حقها، للامانه ماني متاكد، ولكن التاثير هذا دائما يكون معاها، وحطوا في بالكم دائما التاثير طالما ذا بيكون معاها دائما. ارلي ما راح تهيل بالتيم حقك، حطوا في بالكم ارلي تهيل فقط بالتا، ماني متاكد اذا هذا التاثير فقط بسبب البوند اوف لايف ولا هذا ميكانيك عندها خاص فيها يخليها ما تهيل الا بالتها. يبغى لنا ننتظر ونشوف لما تنزل. وطبعا اكيد حطوا في بالكم هي تعتمد غالبا على النورمال اتاك، شويتين على التشارج، والشيء الحلو فيها تعطي نفسها بايرو انفيوجن. طبعا صراحه ماني متاكد، اتوقع انها بالسكيل اذا ما خاب ظني، اذا ما كانت بالسكيل غالبا بتشارج اتاك اذا ما خاب ظني. زبد راح تضرب بايرو دائما في الساحه، وهذا شيء مره اسطوري. طبعا انيميشن حقها مره خرافي ما اختلفنا. في كلام كثير طالع بخصوص السي 1 حق أرليكينو، وناس كثيرين يقولوا انه بمثابه السي 1 حق نيو فليت، انه مره قوي مره بيفرق معاها، ولكن صراحه انا ما اعرف هذا الكلام اذا صحيح او لا، ويبغى لنا ننتظر ونشوف لما تنزل. وبرضه من وجهه نظري اتوقع انها على السي 0 راح تكون برضه اسطوريه وملازمه السي 1، يعني نفس السي 1 حق نيو فليت بيفرق معاها مره كثير، بس برضه على السي 0 خرافي. ومن وجهه نظري من المفترض واللي اتمنى انه تكون اقوى من ليني، وتكون احد اقوى شخصيات البين دي بي اسز. على حق الانيميشن والتصميم الصراحه يبغى لها تكون اقوى شخصيه بايرو مين دي بي اس وتتفوق على ليني. وعلى طاري ليني خلينا نتكلم عنه. ليني شخصيه بايرو مين دي بي اس يستخدم القوس، وهو من اقوى الشخصيات اللي موجوده في اللعبه، وحتى اقوى شخصيه بايرو مين دي بي اس في الوقت الحالي. طبعا نامل انه هذا الكلام يتغير لما تنزل ارلي. اكثر شيء يميز ليني هو تيماته، حرفيا تيماته مره بسيطه لدرجه انه هو تيمه يفضل انه يكون تيم مونو بايرو، فيعني يمديك ترمي بنت وتشانغلينغ معك في التيم، والشخصية الرابعة يمديك تحط
كازوها أو جونغ لي أو أي شخصية ثانية في بالك، ممكن تحط حتى فرنة، ولكن يفضل بشكل كبير يكون التيم مونو بايرو بدون تأثيرات العناصر الثانية بسبب الباسف حقه، وغالبا كمان بسبب باسف اللافا ووكر لو معطينه انتو اللافا ووكر. الشيء الحلو فيه انه هو مو بس شخصية تشارج اتاك، لا يدمج بالسكيل، يدمج بالالت، يسوي دمج ايوي بالسكيل والالت شويتين، ممكن يسوي ايوي بالتشارج ولكن غالبا تكون سنجل تارجت. فيعني هذا الشيء اللي يميزه. لو طالعنا في ارلي، ارلي برضو نفس الحكاية، الحلو فيها انه واضح انه الريديس حق ضرباتها بيكون ممتاز لدرجة انها يمديها تضرب اكثر من عدو واحد مو سنجل تارجت. ولكن اللي يعيق لني هو برضو نفس الحكاية اللي يسهل له، اللي هو تيماته، لانه تيمه غالبا بيكون فقط تيم مونو بايرو. عشان كذا الواحد لما يلعب بليني، يعني لو كان مثلا قدامك بايرو سلايم او يعني كنت في وضع تحتاج اي عنصر ثاني غير البايرو، بيكون هذا شويتين يعني ديسادفانتج لك. ولكن وجود الشخصية الرابعة زي كازوها او جونغلي مثلا ممكن يؤدوا الغرض ويغطوا عن هذا الشيء. يظل لني اف تو بي فريندلي ومن افضل واقوى الشخصيات الموجودة في اللعبة، ولكن مش شخصي اتمنى ارلي تكسر راسه لانه حرفيا هي ابوه. ولكن لو انتم منتظرين من اول ان شاء الله ما راح تندموا لو جبتوه، لانه مره اسطوري. روح مع الشخصية تحبوها سواء ارلي او ليني. وطبعا اكيد بالنسبة لبانر اسلحة، اسلحتهم مره خرافيين، خصوصا لو عندك الشخصيتين دولة. عاد لو ما عندك الشخصيتين الله يعينك، لو مثلا بتجيبوا سلاح ارلي بس، لانه سلاح ليني يتطلب متطلبات كثيرة شويتين، انه يكون معك في التيم نفس العنصر عشان يجيك الاتاك من باسف السلاح. وغير كذا سلاح مركز على التشارج اتاك، فيعني الباسف حقه شويتين يقهر خارج ليني. عاد سلاح ارلي ان شاء الله بيكون مره اسطوري، رغم انه جاء نيرف ارلي تغيرت مره كثير، بس اللي شيء اللي يقهر في سلاحها انه هو السلاح الوحيد اللي راح يخلي ارلي كانها ماسكه سايث او منجل، بينما الاسلحه الثانيه بيكون كانها ماسكه سبير عادي، وهذا الشيء للامانه مره يقهر. طيب خلينا نروح نتكلم عن الفيز الثاني، وخلينا نبدا بشخصيه واندرر. واندرر شخصيه انيمو مين دي بي اس، بيتميز بضرباته السريعه ودمجه من التشارج والنورمال اتاك. قبل ما ادخل عن رايي، خلينا نتكلم عن الت واندرر، لانه ناس كثيرين زحبين على الت. معليش الت والله رهيبه يا اخي، الت اسطوريه والله، تسوي دمج محترم، بس ناس كثيرين سحبين على هذا الشيء، مو مشكله. بالنسبه لواندرر اكون صريح معاكم، يعني من وجهه نظري انا الصراحه في شخصيات اولى واقوى منه للامانه. وزمان كنت انصح لو عندك تشاو ما يحتاج تجيبه، لانه كنت تشوفهم بنفس الفئه. للامانه مع نزول شيان يون صرت اشوف تشاو اعلى بكثير، ولكن المغزى اللي حاب اوصله انه هو دي بي اس رياح او ويند، ونفس ما احنا عارفين الانيمو يعني ما بيتفاعل مع شيء، ودمجه هو للامانه مو افضل شيء، خصوصا لو ما عندك فرزان سي 6. عاد ممكن فرزان ترجع مع البانر حقه والله اعلم، ولكن يعني لو تبوا تجيبوه اكيد راح تقدروا تخلصوا الابس، واكيد يظل اسطوري وان شاء الله ما راح تندموا. ولكن من وجهه نظري من ناحيه البنرات اللي شايفها معاه، اشوف في شخصيات اولى للامانه زي ارلي وليني، لانهم الصراحه اقوى منه. ادري ارلي ما نزلت، ولكن واضح انها راح تكون مره قويه. شيء ثاني يقهر في واندرر انه لو ما حطيت معاه شيلدر، لما تكون انت في الهواء اي ضربه تجي راح يصير له نوك باك ويرجع لورا، وهذا الشيء مره منزعج وبيخلي الدي بي اس حقك ابطا شويتين. غير عن كذا لو ما عندك سلاح ولو ما عندك سي 1 ضرباته بتكون شويتين بطيئه. ادري يمديك تحلها مع يونجد مثلا في التيم، بس حبيت اوضح هذه النقطتين. ولكن باذن الله لو انت تحب واندرر ان شاء الله لو جبته راح تخلص الابس وما راح تندم، خصوصا لو عندك فروزان سي 6. بعد ما لعبت واندرر والله واندرر رهيبه يا الله والله قوي يا جماعه والله اسطوري. اخيرا وليس اخرا، خلينا نتكلم عن بايجو. للناس شايفينه اصلا هو من الفتوه هارمنجر، هو بنطلون ولا مدري ايش اسمه ذاك. جو هكون صريح معاكم، بايجو يا اخي شوفوا بفاته رهيبه، وهو مخصص للدندرو والتفاعلات تندرو سواء كانت بلوم او هايبر بلوم او غيرها من تفاعلات البلوم، وبرضه مخصص كمان لتفاعلات الكوكن. ولكن يعني اكون صريح معاكم، في شخصيات اولى انكم تجيبوها. بايجو يعني هو كويس، من افضل الهيلرز اللي في اللعبه، شيلده مره خايس، بيرفع شخصيه سينو، هيلو بيكون مستمر كمان، سكيلو يهيل كل التيم حتى لو كنت خارج الساحه، يعني هو كهيلر الصراحه مره ممتاز، وفوق هذا بيعطي بفات، هذا شيء ايجابي فيه للامانه اكون صريح معاكم. ولكن حطوا في بالكم انه بس بينفع غالبا 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 تيمات الدندرو، يعني برا تيمات الدندرو تفاعلاتها ما راح تستفيدوا من البفات. ادري هو شخصيه دندرو بيفعل التفاعلات هذه كونه دندرو، يعني اكيد راح تسوي التفاعلات هذه، بس
بس مو مرة أنصح فيه للأمانة. يعني عن نفسي مثلا في تيم الهيثم أنا أفضل كوك شنوبو رغم أنه هي لا خائس مقارنة به، إلا أنه راح أعوض البفات اللي راح يعطيها هو مقابل الهايبر بلوم الأسطوري اللي تسويه كوك شنوبو. غير كذا في نهيدة، نهيدة بتعوض من الدمج وكمان بتعوض بالبفات اللي تعطيها للتيم. فيعني القرار للأمانة راجع لكم. من وجهة نظري أنا أنصحكم أقلها انتظروا البث حقهم القادم ولا تستعجلوا على طول وقت ما يجي بانر، إلا لو أنتم مرة منتظرين من زمان. وبايجو نفس الحكاية، التيم اللي معاه ما راح يموت أبدا. إلا أسطوري والله، تيم أسطوري والله، بس إنه مشكلته محدود في تيمات الدندرو زيه زي ليني محدود في تيمات المونوبايرو. طيب خلوني أعطيكم رأيي النهائي وبالنسبة لي للشخصيات كاملة والبنرات كاملة. نفس ما عودتكم أنا، أول شيء حاولوا تروحوا مع الشخصيات اللي أنتوا تحبوها. في النهاية كل الشخصيات يعني غالبا بتخلص الأبس يعني، ولكن بعطيكم نصايح أنا وترتيبي للشخصيات مبدئيا للي بيجوا في الأبديت القادم. من وجهة نظري أفضل شخصية واللي أشوف إنه يفضل جيبها هي أرلي. أرلي واضح إنها راح تكون مرة أسطورية، ولكن يبغالنا ننتظر الصراحة الشوكيس حقها ونشوف إذا راح تكون أقوى من ولدها ليني. ولكن مبدئيا إن شاء الله لعبها راح يكون أريح وأفضل، لأنه ليني ممكن تشارجات تكون شويتين يعني خلينا نقول عكة، يمكن يكون لعبها أمتع وفلكسبل أكثر أكيد كون ليني يعني بيستخدم فقط تيم المونو بايرو. فيعني أول شخصية أنصحها أرلي، ثاني شخصية ليني لأنه ليني مرة أسطوري ومرة قوي وإن شاء الله بيساعدك حتى لو كنت مبتدي F2P. رقم ثلاثة هو أكيد واندرر. واندرر ما بيقصر معاكم، ولكن يبغاله متطلب شويتين من ناحية فرزان C6، ولكن يظل إن شاء الله أسطوري وما راح تندموا لو جبتوه، يعني خصوصا لو عندكم فرزان C6. أخيرا وليس آخرا بايجو، يعني لأني أشوف مو مرة له داعي في حسابك، إضافة جميلة للحساب ولكن يعني مقارنة بالشخصيات اللي ذكرتهم ممكن الشخصيات تكون أولى. حتى أنت ممكن تشوف تقول لا يا هاني أنا ما أتفق معك، الشخصيات الثانية اللي معاه بالنسبة لي أنا أشوف أنها أولى من بايجو. وإذا أنتم مهتمين بشحن الكريستالات، متجر تويكس أرخص متجر في السوق يوفر لكم شحن لعبة جنشن إمباكت وهونكاي ستار ريل. لا تنسوا تشيكوا عليهم، تستخدموا كود خصم هاني عشان تجيكم خصومات. وبس والله هنا يكون خلصنا مقطعنا، إن شاء الله يكون عجبكم المقطع وإن شاء الله ما كنتم استفدتوا واستمتعتوا. أتمنى ما تشخصنوا، خذوا المقطع بصدر رحب. في النهاية روحوا مع الشخصية اللي تحبوها قبل أي شيء، أهم شيء تستمتعوا في اللعبة هذه. كان معكم أخوكم هاني، نشوفكم على خير إن شاء الله في أقرب وقت يا جماعة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وفي أمان الله.